أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. بعد يومين من نفي الفنان المغربي البشير عبدو إشاعة الحكم على ابنه بعشر سنوات، خرج بتوضيح جديد يخص قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري، يكذب فيه ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الفرنسي موريتي عن قضية سعد. ونشر البشير عبدو عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك تدوينة كتب فيها: السلام عليكم أحبائنا في كل مكان، بعض الجرائد الإلكترونية سامحهم الله يكتبون أشياء غير صحيحة قصد التشويش على قضية سعد لمجرد ابننا، وآخر ما كتبوه هو تخلي المحامي الفرنسي موريتي عن هذه القضية، وهذا غير صحيح تماما. بالعكس، الأستاذ موريتي مهتم وملم بالقضية من كل الجوانب، واتصالنا به مستمر، وهو جد متفائل لإنهاء هذا المشكل. بطبيعة الحال بخبرته وتجربته الواسعة التي يعرفها الجميع، نتمنى خالصين من بعض الجرائد الإلكترونية أن يتأكدوا قبل أن يكتبوا وينشروا ما بدا لهم، لأن هذه الأخبار المزيفة تخلق الهلع والقلق في قلب أسرة ومحبي سعد في كل مكان. أخيرا، شكرا جزيلا للأساتذة المكلفين بالقضية، المحامي الكبير موريتي ونائبه أنطوان، والمحامي لطيف في دادا. جدير بالذكر أن العديد من المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا خبر تخلي المحامي الفرنسي موريتي عن المغني الشاب سعد لمجرد، الشيء الذي خلق نوعا من التخوف لعشاق لمعلم. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.